بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي، معكم معلمكم دكتور إسماعيل محمود من مدارس معالم التربية الأهلية. نكمل ما بدأناه في الدرس، والدرس بعنوان أمير الأطباء أبو بكر الرازي. سنناقش اليوم أسئلة الفهم والاستيعاب، أي أن هذه الأسئلة قائمة على فهمك للدرس وما استوعبته من مهارات و كل ما يتعلق بالدرس. أولا أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية، وعرفنا قبل ذلك أن الأسئلة هذه نجيب عنها شفهيا، أي لا تحتاج إلى كتابة. السؤال الأول: لماذا لقب الرازي بأمير الأطباء؟ نعم، ممتاز، رائع، لأنه أحد عباقرة المسلمين في مجال الطب، أي أنه تميز في مجال الطب، لذلك لقب بأمير الأطباء. السؤال الثاني: أين عاش الرازي ولماذا؟ أين المكان الذي كان يعيش فيه أمير الأطباء ولماذا في هذا المكان تحديدا؟ رائع، كان يعيش في بغداد. لماذا؟ لأنها كانت عاصمة العلوم في زمانه. كان يعيش في بغداد لماذا؟ لأنها كانت عاصمة العلوم في زمانه. السؤال الثالث: ما العلم الذي برع فيه الرازي؟ ما العلم أو المجال الذي برع فيه أبو بكر الرازي؟ رائع، برز في مجال الطب، لذلك لقب به أمير الأطباء. السؤال الرابع: ماذا طلب الخليفة منه؟ أي ماذا طلب الخليفة من أبو بكر الرازي؟ ممتاز، بناء مستشفى لأهل بغداد، اختيار الموقع المناسب لبناء المستشفى، طلب منه اختيار موقع مناسب لبناء مستشفى لأهل بغداد. ممتاز. السؤال الخامس: كيف نفذ الرازي طلب الخليفة؟ كيف نفذ ذلك؟ نعم، ممتاز، أحسنت. نعم، أمر بعض غلمانه بأن يأخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويعلقها في مكان من نواحي بغداد، فإن طرأ تغير أو فساد على قطعة اللحم فالمكان غير صالح لبناء المستشفى، وإن لم تتغير فالمكان يصلح لبناء المستشفى. لماذا؟ لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي تؤذي المرضى. نعم، إذا نعرف أنه طلب من الغلمان تعليق قطع اللحم في أماكن متفرقة من بغداد، والمكان الذي يصلح لبناء المستشفى هو المكان الذي لم تتغير فيه قطعة اللحم. رائع. السؤال السادس: ما الطريقة التي اتبعها الرازي في مداواة المرضى؟ نعم، طريقة المشاهدة، وهي ما تسمى حاليا بالتشخيص، بأن يوجه عدة أسئلة للمريض، يقدم بناء على هذه الأسئلة الدواء أو العلاج المناسب للمريض. أحسنت، اتبع طريقة المشاهدة، وهي ما تسمى بطريقة التشخيص. ما أهم اختراعات الرازي؟ نعم، أهم اختراعات صنع المراهم وابتكار خيوط الجراحة من أي شيء من أمعاء الحيوانات، لأنه صنع المراهم وابتكار خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات. السؤال الثامن: ما واجبك تجاه العلماء المسلمين؟ ماذا تفعل تجاههم؟ رائع، أحسنت، الاستفادة من علمهم وتقديرهم والاعتراف بفضلهم والدعاء لهم، أي أن نستفيد من هذه العلوم التي قدموها وأن ندعو لهم. السؤال التاسع: ماذا يحدث لو لم تبنى المستشفيات؟ إن لم توجد مستشفيات في وقتنا الحاضر، ماذا سيحدث؟ نعم، ستكثر الأمراض وتنتشر أو يزداد عدد الوفيات. رائع، ماذا يحدث لو لم يكتشف الأطباء أسباب الأمراض؟ نعم، لم يقدموا العلاج المناسب للمرضى، سيقدم أي علاج لأنه لم يعرف سبب المرض، وبالتالي ربما العلاج يكون مناسبا وربما يكون غير مناسب. نعم،
السؤال رقم 10، أقترح 3 عناوين أخرى للنص. نعم، أهمية الطب، 2 مكانة أبو بكر الرازي، 3 الطب من أعظم المهن. السؤال رقم 2، أكمل الفراغ بذكر السبب، أي ستقرأ السؤال وتجيب بالسبب. اختيار الموضع الذي لم تفسد فيه قطعة اللحم بسرعة لبناء المستشفى، يعني لماذا اختار المكان الذي لم تفسد فيه قطعة اللحم؟ نعم، رائع، لطيب هوائه وخلوه من الملوثات، لطيب هوائه وخلوه من الملوثات. رقم 2، اختيار الخليفة الرازي للقيام على شؤون المرضى، لماذا اختار الخليفة الرازي؟ نعم، رائع، لأنه عرف بمهارته في الطب وإتقانه لعمله. اختاره لأنه عرف بمهارته في الطب وإتقانه لعمله. 3، اختيار الخليفة الرازي لاختيار موقع المستشفى، لماذا اختار الرازي لاختيار موقع المستشفى؟ لأن الرازي عرف بذكائه وفطنته. ممتاز. 4، جمع الخليفة أطباء بغداد كلهم، لماذا اختارهم جميعا؟ لاختيار أفضلهم للعمل بالمستشفى التي اختار مكانها الرازي، لكي يعملوا أو ليختار منهم الأفضل للعمل بالمستشفى. بارك الله فيكم. أكملوا الشكل الآتي، وهو شكل ما بين جابر ابن حيان وأبو بكر الرازي، التشابه فيما بينهم والاختلاف. نعم، جابر ابن حيان برع في علم الكيمياء، ممتاز، أما الرازي فبرز في الطب. جابر ابن حيان اخترع نوعا من الورق مقاوم للنار، اخترع نوعا من الورق مقاوم للنار. أما الرازي فله الفضل في صنع المراهم وصناعة خيوط الجراحة. من أي شيء صنع خيوط الجراحة؟ نعم، صنعها من أمعاء الحيوانات. التشابه فيما بينهم، يتشابهان أن كلاهما عالمان من علماء المسلمين أفاد البشرية. كلاهما عالمان من علماء المسلمين أفاد البشرية. والاختلاف أن الرازي في مجال الطب وجابر بن حيان في الكيمياء. جابر بن حيان اخترع الورق المقاوم للنار، وأبو بكر الرازي له الفضل في صنع المراهم وابتكار خيوط الجراحة. نعم، السؤال رقم 1، أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة باء، سأختار الكلمات من القائمة باء وهي معاني لكلمات العمود رقم ألف. حجة الطب برأ التشخيص فطنته. رقم باء، مات ذكاؤه، الطبيب الثقة، تعيين المرض حدث. معنى حجة الطب، نعم، أنه طبيب، الطبيب الثقة، برأ أي حدث، التشخيص وهو تعيين المرض، فطنته أو فطنته ذكاؤه. نعم، حجة الطب أي طبيب الثقة، برأ حدث، التشخيص تعيين المرض، فطنته أي ذكاؤه. 2، آتي من النص بأضداد الكلمات الآتية، أي أن هذه الكلمات سآتي بضدها، مضاد كلمة غباء، رائع، ذكاء، الضار مضادها، النافع، صحيح البدن، مريض البدن أو عليل البدن. غباء مضادها ذكاء، الضار مضادها النافع، صحيح البدن مضادها عليل البدن. السؤال الثالث، أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي، كلمة مفردها المسلم. نعم، المسلمين، رائع، كلمة جمعها الأطباء، رائع، الطبيب، كلمة مثناها المريضان، بارك الله فيك، المريض، كلمة معناها بارع، أحسنت، ماهر، كلمة ضدها النظافة،
أحسنت، الملوثات كلمة مذكرها معروف، نعم معروفة، كلمة مؤنثها عربية، عربي. رائع، بارك الله فيكم. السؤال الرابع، أكملوا خريطة الكلمة الآتية. هذه الكلمة لابد أن نكمل خريطتها. عبقري ضدها، نوعها، مرادفها، الكلمة في جملة. نعم، نبدأ أولا بمرادفها. مرادف عبقري، بارع، ماهر، ذكي. عبقري، ذكي. مضاد كلمة ذكي، نعم، غبي. نوعها اسم. لماذا؟ لأن بها تنوين، وعرفنا أن علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم، الكلمة في جملة، الرازي عالم عبقري، الرازي عالم عبقري. الصفحة التي تليها، أقرأ أو لاحظ، أقرأ أو لاحظ الكلمات الملونة، أقرأ الجمل. أولا، أبو بكر ابن محمد ابن محمد الرازي هو أبو الطب العربي وحجة الطبي في أوروبا قديما، حجة الطبي. اثنين، بدأت حياته بحبه العلوم العقلية، العلوم العقلية. صار جراحا ماهرا، جراحا ماهرا، يسافر إليه الناس. عرف الرازي بذكائه وفطنته، وفطنته. اتبع الرازي في مداواة المرضى طريقة المشاهدة، وهذه الطريقة هي المعروفة بالتشخيص. نعم، هذه الكلمات كلها جديدة، حجة الطب، العلوم العقلية، جراحا ماهرا، وفطنته بالتشخيص. ما يليها، أقرأ الجمل وألاحظ الفرق بين الياء والألف المقصورة. يكون الموضع صالحا لبناء المستشفى، ألف مقصورة لأن ما قبلها مفتوح، لطيب هوائه. وعرفنا لماذا كتبت الهمزة المتوسطة على الياء، لأنها مكسورة والكسر أقوى الحركات، بارك الله فيكم. وخلوه من الملوثات التي، ياء لأن ما قبلها مكسور، تؤذي، ياء لأن ما قبلها نعم مكسور، المرضى، ألف مكسورة لما قبلها مفتوح. كلمة تؤذي، الهمزة المتوسطة على الواو، لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم وهي ساكنة، والضم أقوى من السكون. نعم، بارك الله فيك. ثلاثة، أقرأ الجملة وأنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف. عرفنا قبل ذلك الفرق بين التاء المربوطة والمفتوحة، والتاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء، التاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء. قرر الرازي بناء المستشفى في الناحية التي لم تفسد فيها قطعة اللحم بسرعة. قرر الرازي بناء المستشفى في الناحية التي لم تفسد فيها قطعة اللحم بسرعة. نعم، عند الوقف تنطق التاء المربوطة هاء. أولا، استخرجوا من النص. هذه الكلمات لابد أن تكون من النص، لا آتي بكلمات من رأسي. واحد، أربع كلمات مختومة بتاء مفتوحة، استخرج من النص. اثنين، أربع كلمات تحوي تنوين فتح. ثلاثة، أربع كلمات مختومة بياء، أربع كلمات مختومة بألف مقصورة على هيئة ياء. خمسة، أربع كلمات تحوي مدا بالألف، ألف وما قبلها مفتوح، مد بالألف. أربع كلمات تحوي مدا بالواو، واو وقبلها ضم. أربع كلمات تحوي مدا بالياء، ياء وقبلها كسر. ثمانية، أربع كلمات تحوي الشمسية. ثانيا، أكملوا حسب المطلوب. أكملوا الجمل الآتية بكلمات مختومة بتاء مربوطة، أي أن الكلمات التي سأكمل بها الفراغ لابد أن تكون مختومة بتاء مربوطة. عاش أبو بكر الرازي في بغداد نقط العلوم في زمانه. نعم، عاصمة أو عاصمة، تاء مربوطة. إن أبا بكر الرازي أحد، نعم،
عباقرة المسلمين العرب، عباقرة. باء، أكمل الجمل الآتية بكلمات مختومة بهاء، هاء وليست تاء. عرف الرازي بذكائه وفطنته، بدأت حياته بحبه العلوم العقلية. ما بعدها أكمل بكلمات تحوي تنوين كسر على نمط المثال الأول. ناحية، أكمل كلمات بتاء مربوطة. دال، أكمل بكلمات مبدوءة بهمزة قطع، أي ألف عليها همزة على نمط المثال الأول. أسئلة، نعم، أكمل بكلمات بها همزة قطع، أي أنها ألف عليها همزة. رائع. ما بعدها، أكتب حسب المطلوب. أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل. إن أتى مثل هذا السؤال في الاختبار، لابد أن تكتب الجمل مضبوطة بالشكل، لا تكتبها بدون حركات، لابد أن تكتب بالحركات حتى تأخذ الدرجة كاملة. ما بعدها، ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي. تكتب هذه الجمل في الدفتر، بارك الله فيك. أكتب في دفتري ما يملى علي، أو ما يملي علي معلمي. هذه تتدرب عليها في البيت إن شاء الله. رابعا، أستخدم بمحاكاة المثال الأول أكمل الفراغ. حفظ التاريخ سيرته وجهوده في خدمة الطب، لعل أطباء المسلمين يقدرون جهده. هذا أسلوب رجاء، أسلوب رجاء. أولا، ترك الرازي اختراعات في مجال الطب لعل الأطباء يستفيدون منها. اثنين، ابتكر الرازي طريقة المشاهدة لعل ذلك يساعد في معرفة المرض. آخر شيء، قرر بناء المستشفى في بغداد لعل المكان يكون مناسبا للمرضى. خامسا، أحول. واحد، أحول ما بين القوسين إلى أعلام، أي سأشيل أو سأرفع ما بين القوسين وآتي بدلا منه بعلم. عاش أمير الأطباء. من هو أمير الأطباء؟ نعم، الرازي. عاش الرازي في عاصمة العلوم. ما هي عاصمة العلوم في زمانه؟ نعم، بغداد. ستكون الجملة: عاش الرازي في بغداد. بارك الله فيك. ما يليها بمحاكاة المثال الأول أحول الفعل إلى علم وأكون جملة. أحمد الله على نعمه. أحمد هذا فعل مضارع، يحمد، أحمد، تحمد أو نحمد. الاسم أحمد تلميذ مجتهد. ما يليها يزيد الله الشاكرين، أي أن الله يزيد أو يزيد الشاكرين. يزيد فعل مضارع، أو أزيد أو تزيد أو نزيد. يزيد الله الشاكرين. إن حولت هذه الكلمة يزيد إلى اسم، فمثلا أقول يزيد طالب مجتهد. ما بعدها، ينبع الخير على يد الطبيب المسلم، على يد الطبيب المسلم. ينبع، ينبع أو تنبع أو أنبع أو ينبع. الاسم منها ينبع، وهي مدينة في المملكة العربية السعودية. ينبع مدينة من مدن المملكة، أو ينبع مدينة جميلة. ما بعدها، أرسم بخط الجميل. هذا سؤال للخط. أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. أي عندما تكتب هذه الجملة لابد أن تبدأ بالسطر الأخير من تحت إلى فوق، بالسطر الأخير، ثم تصعد سطر سطر. أبو بكر ابن محمد الرازي هو أبو الطب العربي. وعرفنا كلمة ابن لماذا حذفت الألف؟ لأنها وقعت بين اسمين، والاسم الثاني أب للأول. ما يليها، أعبر بالاستعانة بالصور والأسئلة. أكتب قصة، ستنظر إلى هذه الصور وتكتب عليها قصة، وهو سؤال خاص بالتعبير. تتأمل الصور ثم تكتب عنها قصة بسيطة أو قصيرة. ما يليها، أقرأ عن عالم مسلم وأسجل اسمه واختراعه في الجدول الآتي. اسم العالم
ابن الهيثم، اختراعه اسم العالم ابن الهيثم أحد علماء المسلمين، اخترع العدسات التي تستخدم في النظارات، استخدم العدسات التي تستخدم في النظارات. ما بعدها، أتخيل أنني طبيب وزادني وزار عيادتي مريض يشكو ألما في بطني، أكتب الأسئلة تشخيص المرض. تخيل أنك طبيب وستسأل عن عدة أسئلة. وإلى هنا نكون قد أنهينا حصتنا، بارك الله فيكم وجعل الله في ميزان حسناتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. محبكم دكتور إسماعيل محمود.